SCP-035 ضروري ما يديروه في غرفة وتكون مصنوعة من الحديد الصلب والرصاص، والمراقبة عليه 24 ساعة على 24 ساعة. الخطورة ديالو كتكمن في أنه يقدر يسيطر عليك في أي لحظة، وهذا اللي كيخليه يتصنف من طرف المنظمة فئة كيتر، يعني مع أخطر المخلوقات اللي كتشكل خطر كبير على الإنسان. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على أخطر المخلوقات منظمة SCP، واللي هو SCP-035، وكيفاش هذا القناع البسيط المبتسم كيتحول إلى كارثة ويقدر يتسبب في موت الكثير من الضحايا. قبل ما نبداو الفيديو شد شي بلاصه تكون كالم، وإلا كنتي أول مرة كتشوفني ما فيها باس تنزل وتخلي اشتراك وكومونتير زوين كتب فيه إلا بغيتي، ولايك باش تشجعنا نكملو. يلا نبداو الفيديو. SCP-035 تم الاكتشاف ديالو في مدينة البندقية في إيطاليا، في واحد الحفرة في بيت المهجور. سنة المنظمة ما بغاتش تكشف عليها ورمزت لها برقم 18، يعني 1800 وشي حاجة. هذا الكائن عبارة عن قناع مصنوع من مادة البروسلان الأبيض. هذا الكيان ممنوع يدخل الغرفة ديالو أقل من 2 ديال الأشخاص. أيضا ممنوع الحراس يدخلوا الغرفة ديالو في أي ظرف من الظروف. ملقب بالقناع التملك، وأيضا بالقناع الكوميدي. الغريب أن هذا القناع في أغلبية الأوقات ديالو كيكون كيضحك، ولكن في بعض الأحيان يتغير الشكل ديالو إلى حزن. والغريب أيضا هو أنك إلا جيتي وتصورتي معاه ولا غير قربتي ليه كيتحول من قناع مبتسم إلى قناع حزين، وهذا الشيء كيأثر عليك وكتولي حتى أنت حزين. ولكن ماشي هذا الشيء اللي كيخلع. الصدمة هو أن هذا القناع كيطلق واحد الموجات، وهاد الموجات كيأثروا عليك وكتبقى تلعب لك بدماغك، وقدر تخليك تفكر في الانتحار ودير اي حاجه في راسك. المهم غادي يعذبك ويدمرك. والصدمه ايضا هو ان هاد القناع كيفرز واحد الماده لزجه دايره في حل الدم، ولكن في اللون الاسود. والغريب ان المنظمه ما قدرتش تعرف منين تخرج هاد الماده، ما لقاوش ليها المصدر ديالها. يعني انت كتشوف السائل خارج من العين ومن الانف، ولكن المصدر مجهول. تقلب القناع وتشوفه من الخلف ما يبان لك والو. خلينا نتعرفوا على الخطورة أيضا ديال هذا القناع، وهو أنه إذا قربت إليه بمسافة تقريبا من 1 متر أو 2 متر كيصدر واحد الموجات اللي قلنا في الأول، وكيسيطر عليك وكيخليك تلبسو صحة عليك وكديرو على وجهك، إلا لمنعك شي حد تهز هذا القناع. ولكن إلا درتيه كيلصق لك على وجهك وكيولي جزء من الوجه ديالك، وكيبقى هو اللي كيتحكم فيك وكيتسبب في الموت الدماغ، وكيولي هو في بلاصة الدماغ ديالك، يعني هو اللي كيفكر لك وكيخليك تدير أي حاجة بغاها هو. وفي الأخير كتموت وكتبقى جثة ديالك كتحلل حتى كتولي جثة متحلة نتيجة ديك السائل اللي كيخرج منه. وحتى كيتأكد أنك وليتي جثة، وملي كيسالي معاك كيطيح على الأرض وكيبقى يدور وكيقلب على جثة أخرى باش يسيطر عليها ويمتلكها. هذا الكيان خطير جدا، يقدر يتحكم بأي وجه أو جسد ديال الإنسان، واخا تكون جثة أو تمثال أو دمية، المهم كيتحكم في أي شكل من أشكال جسد الإنسان، والمادة ديالو كتحلل أي حاجة. وهذا الشيء علاش المنظمة دارته في صندوق ديال الزاج، حيت الزاج اكتشفوا أنه كياخد مدة طويلة باش كيتحلل بسبب ديك المادة اللي كيفرزها الـ SCP-035. الطول ديال هذا الصندوق هو 10 سنتيمتر تقريبا، وهذا الصندوق دايرينها في واحد الغرفة أمنية بزاف، وهذه الغرفة موجودة في بيت مهجور بعيد للموظفين باش يحميو الموظفين ديال المنظمة ما توصلش ليهم الموجات اللي كيفرزها، حيت يقدر يقتل أي واحد في ديك المنظمة إلا وصلت هاد الإشاعات للدماغ ديالهم، ومن بعد يسيطر عليهم وكيرجعهم الملك ديالو، يعني يتصرف بهم كيف ما بغى. SCP-035 إلا دخل شي حد يدير على شي دراسة ضروري ما يدخل معاه عالم نفس مدرب جيدا، وأي واحد غادي يشوف هاد القناع حتى يخضع لتدارب نفسية قوية باش ما يسيطرش عليه الـ SCP-035. المثير في هذا المخلوق أيضا هو أنه داروا حوارات معه وقدروا يتكلموا معه، ولكن في جسد ضحية من الضحايا دياله. والمفاجأة في هذه الحوارات هو أنه عود لهم على المخلوقات كثيرة لشدتها المنظمة. كتقول المنظمة أنها استفدت من هذه الحوارات دياله،
في التراث على المخلوقات أخرى، وأنه شارك في أحداث تاريخية كثيرة مع المخلوقات ديال المنظمة. الـ SCP-035 ذكي بزاف وعنده كاريزما خطيرة جدا وعنده ذاكرة فوتوغرافية قوية بزاف، قدر ينجح في أغلبية الاختبارات دارتها له المنظمة على الذكاء. التحليل النفسي كشف أن الـ SCP كيمتلك درجة عالية من التلاعب النفسي والقدرة على التأثير المفاجئ والعميق أثناء المقابلة مع الشخص، ومن اللي كيكونوا الأعضاء المنظمة كيتحاوروا معاه كيكون ظريف ولطيف معاهم بزاف، ولكن ما كيأمنوا شي فيه حيث الشخصية ديالو كتقلب داغية، والشخص اللي كيدير ليه اختبار إلا ما كانش ممكن يقدر يسيطر عليه بسهولة، وكيتعرف الـ SCP بأنه يقدر يغير الأفكار ديال أي شخص إلا خلوه معاه في المواجهة كيف ما كان النوع ديالو. عنده فن ديال الإقناع خطير جدا، يقدر يبين لك بأن الانتحار شي حاجة مزيانة ويقدر يجعلك الخدام ديالو فقط بالإقناع اللغوي بوحده، يعني يقدر يتحكم لك في عقلك غير بالهضرة بوحدها. وصرح الـ SCP بأنه عنده دراية كبيرة بعمل دماغ الإنسان وقادر يتحكم في أي واحد حتى من الحراس اللي تعطاته الفرصة، لدرجة أنه واحد النهار قدر يخلي الأغلبية ديال الطاقم ديال المنظمة والحراس ديالها يعاونوه في الهروب حيث سيطر على دماغهم بسرعة. ولكن لحسن الحظ المنظمة قدرت تسيطر على الوضع وقتلت أي واحد سيطر عليه الـ SCP-035. المخيف هذا الشيء كامل هو أن اللجنة اللي مكلفة بدراسة SCP-035 اكتشفوا واحد الحاجة اللي خلتهم يخافوا ويضربوا لها ألف حساب، وهو أن هذا القناع أو هذا الكائن SCP-035 مهتم ببعض المخلوقات الخطيرة جدا داخل المنظمة. من هذه المخلوقات كاين SCP-682، وهذا الكيان ما كيموتش بمرة، يعني الخطورة كبيرة بزاف، يعني الجسم ديالو كيتجدد وما كيتحللش، ماشي بحال الإنسان العادي يتحلل وتنتهي الخطورة ديالو، وهذا الشيء اللي خايفة منه المنظمة. وخا أنه كيأثر غير على الأشكال ديال جسد الإنسان إلا أنهم خايفين يأثر حتى على SCP-682، ديك الساعات غادي يكونوا وحش في التاك بجميع المقاييس. أيضا SCP-035 عنده علاقة مع SCP-049 طبيب الطاعون، هذا المخلوق المثير جدا وكنت درت عليه فيديو خاص به، لو بغيتو تشوفوه غادي نخليه في صندوق الوصف. المهم كتقول المنظمة أن SCP-035 وطبيب الطاعون عندهم تاريخ مع بعضياتهم وأنهم فايتين تلاقوا في واحد النهار، وبالصدفة تلاقوا من اللي بغاو يهربوا بجوجهم، ولكن هذا اللقاء المنظمة ما عندها حتى شي دليل عليه. وكتقول أنها أثناء الهروب وقعت واحد الحاجة غريبة، كتقول المنظمة أن SCP-049 ما كانش كيهضر، قليل الكلام، ولكن ملي تلاقى مع SCP-035 ولا كيهضر عادي وكيدير معهم مقابلات كثيرة. ولكن كل هذه المعلومات على اللقاء ديال SCP-049 والـ SCP-035 المنظمة ما عندها حتى شي دليل عليه، ما متأكدينش من هذا اللقاء هذا. ومع الوقت يمكن تنزل شي تحديثات على الصفحة ديال المنظمة أو الموقع ديال المنظمة، وديك الساعات نعرفوا واش بالصح أو لا لا. مهم كان هذا هو الفيديو على SCP-035 وكيف ما شفنا أنه مخلوق خطير جدا. حتى لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوا شوية ديال الدعم باش نكملوا في هذه السلسلة حيث فيها رعب وتشويق وإثارة. يلا أخوت كان معكم ريو، نتلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله.